افتتاح شركة شيريا الجزائر لقاعة عرضها اليوم بحسين داي هو استكمال لما قمنا به منذ الأيام القليلة الماضية. هذا الافتتاح ليس فقط هدفه هو زيادة عدد نقاط البيع في كامل التراب الوطني، وإنما هو تعزيز للشفافية وتعزيز للثقة الموجودة ما بيننا وما بين الزبائن عن طريق الوكيل. يعني الوكيل هو واجهة شركة شيري الجزائر في الولايات مع الزبون. على هذا الأساس خدينا إجراءات للحد من الممارسات الأخلاقية في حال وقوعها، والسمسرة لمحاربة السمسرة أيضا من خلال تدريب وكلائنا، نظام مراقبة دورية للوكلاء لتحسين، وهو لازم يعني، تحسين الخدمة، كذلك الحفاظ على تواصل دائم، فتح قنوات اتصال مع زبائننا لمعرفة مدى أو مستوى الخدمة المقدمة إليهم من قبل وكلائنا. الحمد لله لحد الساعة ما شفناش هذا الشيء، لكن في حال وجدناه سيتم ردعه بصفة آنية. نحب نطمئن زبائننا الكرام أنه 5000 سيارة موجود على مستوى موانئ جيجل، ميناء عنابة وميناء وهران، يتم تسليمها للزبائن بشكل يومي على بمعدل 120 إلى 150 سيارة يوميا، على أن تتوسع العملية وترتفع إلى 300 سيارة يوميا يتم تسليمها من قبل شركات نقل لوجستي التابعة لشركة شيري الجزائر. وعلى هذا الأساس ندعو كامل شركات النقل اللوجستي إلى التقرب من شركة شيري الجزائر من أجل زيادة عدد شركات النقل لتوسيع وتسريع إيصال السيارة للزبون في أقرب الأجل.